في الإسلام فرقة اسمهم
عندما صدق الحق الآن قد حصل الحق إلى قولها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. نفس دائما يتعب الإنسان. إزاي ربنا حرر يا عيال حذرنا منهم وانا من ضمن الناس اللي عاوز اقاوم نفسي مش عارف فبقول النفس بتقولي وبيلمح النور
تعرف الماضي اللي فات واللي قبلك راح وفين؟ لو عن أمم لك معجزة تعرف الماضي اللي فات واللي قبلك راحوا فين في ثمود أو قوم عاد أو إرم ذات العماد ولا فرعون العبيد أو زمن رمز الفساد في القرن راح ملكه فين كسرى فين والفرس فين كلهم تحت التراب ابنك ويكفيك ازاي انا اوصل واسيب الدنيا.
فكر يعني انصب في قلبك وحب الخير لكل الناس. ده انت ابن ادم وادم جواه الناس وصابك الخير بتفرح لك جميع الناس ما دمت طيب وقلبك بالصفا مليان المولى نازل يحكم فيه. بقول لكم ردوا معايا ما تردوش الفرقه بيتامروا عليا وقولوا لي احنا سعيدنا خلاص صرنا مش عارف ايه فاضل اول فرقه اللي معايا يعني كده ما بقاش عايزين يردوا حتى شوف يا ابني انهم عملوا اضراب للراجل الطيارين بتوعكم بالليل الشهرين فبيقولوا برضو ان احنا مش عاوزين نرد. الله الله شوفوا يا حامم روح على ما تقولوا معايا عايزين ايه؟ عايزين حكمة بس جديدة نحن ونظم وعلم كمان بس الحكمة تبقى مفيدة يا رب كل الاخوان. ايه ايه قولوا ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين حكمة بس جديدة نحن ونظم وعلم كمان لكن الفاء يعرفها بالسكون هي تاني بيقولوا ايه؟ عايزين حكمة بس جديدة نحن ونظم وعلم كمان بس الحكمة تبقى مفيدة يعرفها كل الإخوان. يعني ايه؟ يعني كلام في أصول الدين وحكم حلوة عن الصالحين سمعها للمستمعين وجاوبها واحنا السائلين. قلت ايه؟ يعني كلام في اصول الدين وحكم حلو عن الصالحين سمعها للمستمعين وجاوبها واحنا السائلين. تعالى انت انتظرت فرصة ان الشيخ تاج مش موجود قد تغطني في المقلق انا مش قادر امري الى الله. طب من فيكم راح تسالني انا نفسي اعرف لو يعني اندم واتوب يغفر لي ربي ولا يبقى في كتاب ذنوب عصيت كتير لكن ناوي اندم واتوب. انا نفسي اعرف لو يعني اندم واتوب يغفر لي ربي ولا يبقى في كتاب ذنوب عصير كتير لكن ناوي اندم واتوب. يا طالب التوبه ربك المتوب
يعني الإجابة صحيحة؟ فتوكلنا على الله. الحمد لله يا فايز باتوا فيا. مجد هو أنا ليا سؤال. بس استنى معقب على سؤاله برضه. لأن ربنا بيقول لي بس يا عبد تنكر كل نعمة عليك. انظر إلى نشأتك تشعر بالفضل عليك. وأنت جميل كنت دايما أكرمك ورعاك. وجعلت لك في الحشرة مكان أمين وحزان كمان الأمان ثابت متين حواليك. ولما جيت موعدك يوم مولدك أم بيك ملك عظيم أنزلك من غير ألم يؤذيك. وجعلت لك ذات من السبيل لذيذ يرويك في الحر هناك. وبرضه في البرد دان عليك. وأبوك وأمك حنانهم من حنان عليك. وبعد ذا قلت يا عبدي بتعصيني وإن تبت يا عبد غفراني ينادي عليك. عايز تقول ايه يا سي جمعه؟ انا ليا دار متخاصم وياك لمده عام. جاوبني اوامر حياتك، هل يبقى خصامه حرام؟ وازاي رح يبقى حرام وانا نفسي اعيش في سلام؟ اعمل زي ما عمل الرسول مع اليهود اللي كان بينزل كل يوم وراح داره وهو مريض. ليه؟ وكانت هذه الواقعه جعلت اليهودي اسلم. لأن إسلامنا أخلاق، إسلامنا ليس شعارات إنما هو جوهر تطبيقي. لو طبقناه على أنفسنا وفعلنا ما جاء به الإسلام لسدنا العالم كله بدون قوة. كانت تسأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فتقول خلقه القرآن. وقالت في حديث رواه عنه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني هي اللي تفضل بالرضا حافظه يذهب الى ايه؟ للمسؤول. لكن المسؤول يذهب الى السائل زي بعض. لا تفرق. بدي اسالك ايه الايمان وايه فوائده للانسان؟ وريني من عندك برهان، عرفني ايه معنى الايمان. بتقول ايه؟ بدي اسالك ايه الايمان وايه فوائده للانسان؟ وريني من عندك برهان، عرفني ايه معنى الايمان. بعد الإيمان إنك لا بتؤمن بالله. بحب جميع الناس واعطف من مالي وزكي
واتمنى الخير للناس، لكن مش عارف ليه دايما بنظلم الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. بتقول ايه؟ انا طول عمري اصوم واصلي، بحب جميع الناس، واعطف من مالي وزكي، واتمنى الخير للناس، لكن مش عارف. واعمل ولايل وافرح واتمتع وعيش مرتاح. سؤال جميل مش كده برضه؟ وابن انت اختار. يعني انا اختار، يعني توافق على اختياري؟ ماشي. طلع النبي يا سيدي. عمر السعاده ما تلاقى في قصور ولا مال، مهما يكون المال عندك وديان وجبال، فسيبنا الذي مات ولا يملك معه قصور ولا مال.
الشبابية هنا كناس الجمعية هنا بتقول يا سيدي أنا بقالي سنة بحل على هذا الحال لا بقى سنة ولا فريضة وشغلني المال أعوذ بالله وزي أصلي وأنا راجل صاحب أعمال ده الشغل ما يخليش عندي للفرد مجال لا 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 أنت تقول من الأول عشان فيها بحجمة كبيرة أنا بقالي سنة بحل على هذا الحال لا بأدي السنة ولا فريضة وشغلني المال وزي أصلي وأنا راجل صاحب أعمال والشغل ما يخليش عندي للفرد مجال ومسيري مرة أضرها مش برضه بعضها